السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حابة أشرح لسنة أولى الجمع والطرح على خط الأعداد، إزاي نجمع ونطرح على خط الأعداد. أول حاجة بيقول لي اجمع على خط الأعداد 2 زائد 3، أعملها إزاي؟ أول حاجة بروح أعمل دايرة على رقم 2، أدي رقم 2. طيب هو الإشارة عندي زائد، زائد يعني أنا هزود، يعني همشي ناحية الأعداد الكبيرة. هو عايز يزود كام؟ 3، يبقى أنا همشي 3 خطوات. قول كده 1 2 3، وقفنا عند مين؟ وقفنا عند الخمسة، يبقى الرقم بتاعي الناتج 5. طيب نشوف واحدة كمان، عندي 13 زائد 2، نروح عند رقم 13 ونعمل دايرة. طيب هو بيقول زائد كام؟ زائد 2، يبقى انا همشي خطوتين من 13 اروح على 14، وبعد كده على 15 هلاقي الرقم بتاعي الناتج 15. شوف واحدة كمان، 5 زائد 3، اروح على 5، هنمشي كم خطوة؟ هنمشي 3 خطوات، ادي 1 2 3، يبقى الناتج عندي 8، ناتج عندي 8. طيب نشوف الطرح، اطرح على خط الاعداد 5 5 ناقص 3، اعملها ازاي؟ اروح عند الخمسة، ادي الخمسة. طيب هو عايز يطرح منها 3، لما اطرح منها 3 يبقى انا همشي للاعداد الصغيرة، همشي ناحية الاعداد الصغيرة، همشي كم خطوة؟ همشي 3 خطوات، يبقى هنرجع كده، ادي 1 2 3، هلاقي الرقم واقف عند الاتنين، يبقى الناتج عندي هنا 5 ناقص 3 بتساوي 2. طيب عايز هنا 8 ناقص 4، نروح عند 8، وعشان هي طرح امشي ناحية الاعداد الصغيرة، عايز يمشي كم خطوة؟ يمشي 4 خطوات، فهنقول له 1 2 3 4، وقف عند رقم 4، يبقى الناتج 8 ناقص 4 بتساوي 4. سهلة جدا، هي عايزة بس تدريبات كتيرة وهتبقى سهلة وهتعجبكم، وطريقة كويسة لسنة أولى. أشوفكم مع فيديو جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.